اولويات الحكومه باينه بالنسبه للاستثمار وسيدنا أعطت التوجهات وأعطت تول... وبدينا كنزلوها على ارض الواقع في الترسانه القانونيه وايضا في البرامج اليوم المؤشرات باينه ومؤشرات ماشي حنا اللي كنقولوها المغرب ثالث الدول عالميا لمؤهله لاستقطاب الاستثمارات الاجنبيه وهذا الشيء كيبان على ارض الواقع كاين تحول جذري بالنسبه للاستثمارات في القطاع المنتج كنا أكبر استثمار اللي عندنا في القطاع المنتج كيتحسب ثلاثة د المليار، أربعة المليار، خمسة د دي المليار ديال الدرهم اللي هما المصانع ديال السيارات ديال رونو ولا ولا ديال بيجو. اليوم اليوم عندنا مشاريع استثمارية اللي كيوصلوا 60 مليار ديال الدرهم مشروع واحد كاين انتقال، كاين جاذبية، كاين دول ديال العالم كامل من الصين الى امريكا تا تركيا اللي كان معنا اللي كان عندنا معها خلاف في التبادلات الاقتصاديه ولات مستثمر كبير استثمار المنتج ولا اول استثمار في المغرب ملي كنشوفوا المراكز الجهويه ديال الاستثمار ديال الدار البيضاء عطات الحصيله ديالها 47% ديال الاستثمارات ديال الملفات اللي كيدوزوا يعني. عليها استثمارات صناعيه اليوم عندنا فرصه ثمينه باش ننجحوا ونديروا انتقال لمرحله اخرى في بلادنا عندنا التنافسيه عندنا الاراده ديال سيدنا عندنا الاستقرار بين قوسين واخا ما تكون بين قوسين هذا الاستقرار ماشي غير استقرار اجتماعي ماشي غير استقرار سياسي استقرار مالي ايضا اللي حافظات عليه الحكومه رغم الازمات <applause> واللي كيعطينا القوه والقدره باش نجلبوا المزيد من الاستثمارات وهذا الاستثمارات ماشي كنهضروا على ارقام وملايير فرص الشغل علاش <applause> حافظنا عليها باش نشغلو الشباب ديالنا ونعطيهم المستقبل اللي كيستحقوا وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي